اليوم هو الرابع من مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية والحظر الجزئي، وهو ما يتطلب منا الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم التهاون. هذا الحظر ما تطبق إلا لصحتكم وسلامتكم. وحول أخبار الصحة، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 1469 حالة، ليصبح الإجمالي 15750 حالة. حالات الإصابة بكوفيد 19 اليوم 710 حالات إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 29359، وعدد الحالات بالعناية المركزة 191، فيما بلغ عدد الحالات اللي للحين تتلقى العلاج بالمستشفيات 13379 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة بكوفيد 19، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد حتى الآن 230 حالة. الله يرحمهم جميعا. اختلفت الآراء الطبية حول مواجهة موجة ثانية من كوفيد 19 مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية واختلاف أعراض الإصابة من شخص إلى آخر. هذا اللي بنسمعه من مداخلة الدكتور جاسم يوسف الهاشل، استشاري المخ والأعصاب وأستاذ في كلية الطب ورئيس جمعية الأعصاب الكويتية في محجر الزور. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المتميز. طبعا نحن نعمل مجموعة من الأطباء في محجر الزور أو ما يعرف في بمحجر كيبك. مرض الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس يصيب بالأخص الجهاز التنفسي، وهذا ما كنا نعرفه في بداية المرض، أنه ما يصيب أي جهاز آخر، ولكن مع الوقت بدأنا نعرف أنه كذلك أن الكوفيد 19 يصيب أجزاء أخرى من الجسم. الجهاز العصبي أحد الأجهزة التي قد تتأثر بشكل كبير بالجهاز التنفسي، وقد يصاب الشخص بتشنجات أو قد يصاب كذلك بالتهابات بأغشية المخ أو بالمخ مادة المخ نفسها. وكذلك بدأنا نعرف أن قد يحدث تخثر في الدم، مما قد يحدث تجلطات في المخ، وقد يحدث بعض الأحيان نزيف في المخ. هناك الكثير من تحدث عن حدوث موجة ثانية خاصة في علم الأوبئة، وهذا استنادا على ما حدث في السبانيش فلو أو الإنفلونزا الأسبانية التي أصابت حوالي 500 مليون من الناس وكانت وفياتها كثيرة، أنهم عقب ما شالوا الحجر وحدث موجة كبيرة وحدث فيها. ولكن هذا الأمر غير مؤكد، ليس بالضرورة أن يحدث كما حدث طبعا مع مرض السارز والميرز في العشر سنوات الماضية. ظهرت أوبئة فجأة واختفت فجأة، فهل هو شرط أن يحدث موجة ثانية؟ لا، ليس من الضرورة أن تحدث موجة ثانية، ولكن هذا ما يمنعنا أن احنا يجب أن نكون حذرين. لو حدثت موجة ثانية راح تبدأ أن احنا نشوف الأعداد بالإصابة، الوفيات بالإصابة، سوف يعني تكون هناك مؤشرات لهذا الأمر، ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن لا تكون هناك موجة ثانية، ونأمل كذلك أن ينتهي هذا المرض كما انتهى مرض السارس والميرس في السابق. المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة مفصلية، والركيزة الأساسية سوف يكون هو المجتمع، الأفراد الذين يعيشون في هذا المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين. أنا أقول أنه يجب علينا استبدال التشاؤم بالتفاؤل واستبدال الخوف بالحذر. الناس يجب أن نعلم أن الغالبية العظمى من المصابين بهذا المرض أعراضهم جدا بسيطة، وهناك نسبة كبيرة أو يعني معقولة لا تظهر عليها الأعراض تماما. يجب على الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، أصحاب ضغط، ارتفاع ضغط الدم، السكر الغير منتظم، كذلك يجب الانتباه لهذه الأمور. الناس اللي عندهم أهالي كبار السن يجب أن يضعون الماسك، عملية التقبيل والاحتضان هذه يجب أن تعد عنها في الفترة المقبلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنجلي هذه الأزمة.
وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم يرافقه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بجولة تفقدية لمنطقة حولي المعزولة في إطار تكثيف بلدية الكويت جولاتها التفقدية للاطلاع على سير العمل في الأسواق الغذائية المركزية وأسواق الأسماك والخضار والفاكهة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتقيد بوسائل الوقاية من استخدام الكمامات والقفازات والمعقمات. جهد مشكور من أخواني وأخواتي اللي عاملين في البلدية قائمين ليل نهار على 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 المحافظة على والالتزام على الإرشادات اللي توجهها وزارة الصحة والسلطة الصحية، وأنا من خلال الجولة هذه ايضا لاحظت ان هناك التزام كثير من المواطنين، ايضا نشكرهم على هذا الالتزام، والحمد لله ان شاء الله يعني احنا راح يكون المرحله القادمه افضل وافضل من ما ايضا نشوفه، بس لحد الان يعني الامور ان شاء الله طيبه ونامل ايضا كل الخير، وان شاء الله بمساعي الاخواننا وبالبلديه وعلى راسهم ان شاء الله الحمد لله التوفيق ان شاء الله للمدير العام بانه هو قاعد الان ايضا ينزل معاي في رصد كل الملاحظات وكل الاماكن اللي ايضا احنا قاعد نحس ان هي محل اهتمام المواطنين والقائمين في والمقيمين في هذه البلد. جولة تفقدية قام بها مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على الأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والخضار، كذلك سوق السمك في منطقة شرق. خلونا نتابع معكم هذا التقرير. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، اليوم كاميرا برنامج معاكم ورافقت مدير عام بلديه الكويت المهندس احمد المنفوحي في جولته في سوق شرق على المواد الغذائيه وسوق الخضار وسوق السمك. تابعونا في هذه الجوله. سعداء بردود الافعال الايجابيه من الاخوان المواطنين والمقيمين، سهولة الحصول على الموعد، سهولة الدخول، توفر المواد الغذائية، وهذا جهد أمانة يعني لازم ينسب إلى كثير من الجهات الحكومية، الإخوان في وزارة التجارة، الإخوان في وزارة الداخلية، جهات حكومية عديدة تقوم اليوم جنبا إلى جنب في سبيل تقديم خدمات للمواطن والمقيم. لن نتردد في حال وجود أي قصور من عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات العقابية في هذه الأسواق الموازية. الله يعطيهم العافية، مو مقصرين بالمرة من ناحية الدخول والخروج، مهتمين وايد بالنسبة لوزارة الصحة، الكمامات والحرارة درجات الحرارة، ويعطيهم العافية زيادة حتى يساعدون اللي محتاجين داخل السوق بمساعداتهم الكريمة بشير حق كبار السن. جهود جبارة، تنظيم رائع، دقة في المواعيد، ويشيكون على الباركود إنه عنده ولا ما عنده، والسوق داخل منظم وقاعدين يحافظون على المسافات وعلى يشيكون الحرارة ويشيكون كل شيء. يتم باستمرار مو بس في هذه الفترة إن شاء الله، دائما يظل هذا. نشكره على جهوده وعلى الأشياء اللي قايمين فيها. مثل ما شفنا معاكم كانت هذه جولة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وموظفين بلدية الكويت، نقول لهم قواكم الله. الحياة تسير بشكل طبيعي داخل منطقة الفروانية،
وهو الأمر الذي انعكس من خلال آراء قاطني المنطقة المعزولة والذين أبدوا حرصهم الشديد على عدم انتشار العدوى. يأتي قرار العزل المناطقي لمصلحة الجميع وسط جهود حكومية تبذل لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لسكان هذه المناطق. مع الأيام الأولى للمرحلة الجديدة وتخفيف الحظر من الكلي إلى الجزئي لتصبح ساعات الحظر محصورة بين 6 مساء والسادسة صباحا الفروانية، ورغم عزلها مناطقيا تسير الأمور الحياتية للمقيمين بشكل طبيعي. كل أمور ماشية طبيعية وتمام والحمد لله، وكل شيء متوفر وتمام والحمد لله. وشون على سير الحياة نفسها؟ لا الحياة كويسة تمام، وإن شاء الله ربنا يرفع عنا الوبد أهوياتي. والله إلى الآن الحمد لله يعني الأمور شبه مستقرة مش وحشة يعني الوضع طبيعي الحمد لله، يعني بنسبة كبيرة مش وحشة يعني كل شيء الحمد لله متوفر. لا منطقة ماكو مشكلة الحمد لله، كله سير زين، روح يرجع كله سير زين، ومطعم مفتوح كله، وجميع جميع عادي، بس لازم يبي تسريع. ومع توفر كل مستلزمات الحياة من مواد غذائية وحاجيات أساسية وغير ذلك، أبدى سكان الفروانية ارتياحهم للواقع، بحيث يمكن لسكان كل منطقة حرية الحركة داخلها لتأمين متطلبات حياتهم من 6 صباحا إلى 6 مساء، وفتح العمل لبعض الأنشطة والمجالات بشكل تدريجي. الوضع كويس يعني، ويعني زي طبيعي زي الأول يعني، ما فيش لحسين بحظر ولا حسين بأي حاجة، وكل حاجة يعني كثير الحاجة، وكل حاجة كثيرة، وجمعيات هذه تحس إن ما فيهاش إلا انزحام ولا أي حاجة، كل حاجة كثيرة وزي الأول وأكثر يعني، اللي حاسين بحظر ولا أي حاجة. ما فيش مشكلة طالما كل واحد مقيم بيقدر يغطي احتياجاته، بياخد احتياجاته اللي هو نيدد ليها أو يعني محتاجها، بلاش اللغة اللي هو محتاجها، فبالتالي خلاص ما فيش أي مشكلة حياتك طالما هو بيغطي احتياجاته اللي هو المأكل والمشرب وكذا وحاجات زي كذا، يبقى ما فيش أي مشكلة حياتك. وهكذا تحرص الجهات ذات الصلة على تأمين مستلزمات الحياة للمقيمين في مناطق العزل مع تطبيق الحظر الجزئي على البلاد. تلعب العربات المتنقلة دورا مهما في تلبية احتياجات قاطني المناطق المعزولة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وبأسعار معتدلة في حولي والفروانية وجليب الشيوخ والمهبولة وخيطان، وللحد من تكرار ذهابهم للجمعيات التعاونية وتطبيقا للتباعد الاجتماعي. وتطبق العربات المتنقلة خلال تواجدها في المناطق المعزولة تطبق الإجراءات الصحية والاحترازية، ويقوم أصحابها بتوزيع الكمامات والقفازات على الجمهور مجانا للوقاية من فيروس كوفيد 19. تلعب العربات المتنقلة دورا حيويا ورئيسيا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمقيمين في المناطق المعزولة في كل من جليب الشيوخ والمهبولة وخيطان إلى جانب الفروانية وحولي وميدان حولي. نشكر وزارة التجارة وكذلك تعاوننا احنا معاها في اتحاد عربات متنقلة، ومشاركة اخواننا في البلدية، والتعاون الكبير ايضا من اخواننا في وزارة الداخلية في نجاح هذه العملية ودعم المناطق والدور الوطني من الشباب. لازلنا كاتحاد عربات متنقلة مستمرين في الدعم من ايام المنطقتين اللي هي المهبولة وجليب الشيوخ. يوجد عندنا مقاهي ويوجد عندنا انشطة من القهاوي والمطاعم، احنا نطلب ان نفتح هذه الأنشطة كلها في المناطق اللي خارج منطقة العزل، أسوة في المحلات الأخرى. وللعلم احنا نملك الخدمة الموجودة، خدمة التوصيل اللي هم مشترطينها البلدية، وأيضا عندنا خدمة الدرايفر ثرو. أشكر وزير التجارة وأشكر مدير البلدية اللي تاحوا لنا الفرصة ان احنا نجي هني ونساعد الناس بسعر رمزي. المواد يعني الأكثرية هني اللي تجي مثلا تمشي طماط، بصل، خيار، الشغلات البيت يعني حقة البيت، أوزع لهم كمامات، أوزع لهم كلوفز اللي ما عنده بالمجان. مبادرة العربيات بصراحة المتنقلة ديت حاجات مميزة جدا لمنطقة حولي وسكان حولي، وبالنسبة لأسعارها أسعار كويسة ومتداول للجميع كله.
السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المقيمون في هذه المناطق المعزولة متوفرة بشكل يومي في هذه العربات المتنقلة وبأسعار مناسبة للجميع دون الحاجة للتدافع والازدحام في الجمعيات والأسواق المركزية. قرارات الحكومة وتعليمات الصحة من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي كان محل إشادة من الجاليات الأجنبية في الكويت. الزميل فريد دشتي يرصد هذه الإشادة من عدد من الجاليات الأجنبية في الكويت وحرصهم على الالتزام باتباع إجراءات وزارة الصحة. خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. تقرير ميداني عن ردود أفعال وافدين لجانب في الكويت بخصوص قرارات الصحة الوقائية، تابعونا. Leah, what do you think of the regulations and rules regarding the COVID-19 pandemic by the Kuwaiti government? I think that while they may be inconvenient, I think it's good for, therefore, our safety and our health. As far as I can tell and as far as I've seen, it's some of the best rules and regulations that have been passed. There's a whole lot of countries that are still struggling to catch up, including my own, which seems to be back and forth. So. You know, they chose a particular path and they're sticking to it and they're doing the best they can, and that's all anybody can hope for. Well, the pandemic has affected the whole world. It's not going to be the same afterwards. But here, I'm talking to all my friends in Europe and in the States, and they say, I think you're safe in Kuwait. And I felt safe the whole way. You know, safe in every, not only the pandemic, but also the people and everything. So it's been a pleasant experience. I arrived here just 1 week before the airport closed. So I think I've been lucky to be here, to enjoy the beautiful seafront. الحمد لله إشادات كثيرة في الإجراءات الحكومية. جميع الجاليات تشكر وتثني على هذه الإجراءات، والبعض أيضا فضلها على بلاد أخرى وقارنها في دول أخرى. عموما خلونا نلتزم عشان نعديها بسرعة ونرجع لحياتنا الطبيعية. رفع الحظر وبقي الحذر، الاستشعار بالمسؤولية شعار المرحلة القادمة لكل فرد. المطلوب منا نتعاون وما نتهاون عشان نقدر نرد الحياة الطبيعية. لازم نكون واعين، لازم نلتزم بالإرشادات والاشتراطات الصحية. الوعي الفردي صار ركن أساسي في مواجهة هذا الفيروس اللعين. فبين الانتشار والانحسار، هزيمة أو انتصار، يا الالتزام أو الاستسلام. بين الوعي وكوفيد 19 علاقة طردية، كل ما زادت حدة انتشاره زادت المسؤولية الفردية. حكموا أنفسكم وضمائركم، وتذكروا دائما إن كل شخص منكم عند شخص عزيز في البيت ينطره، لا تكون سبب في إصابته. احرص دائما على سلامتك وسلامتهم، وكلنا على يقين بأن الوقاية خير من العلاج. دمتم بصحة وعافية، في أمان الله.